قاضي ومحمد ليلى، فوق منهم اثنين لعيبه اسلام محارب، احمد حمدي واحمد ياسر ريان. خطيره جدا للاهلي، ممكن هدف اول يا ولد وليد سليمان، يا ولد هدف اول جميل، هدف اول جميل ممتاز وليد سليمان. ادي وليد سليمان نجم من النجوم الكبار، شوف الانطلاقه، شوف الخطا الكبير هنا في التمركز ما بين المدافعين وما بين حارس المرمى، خطا كبير ما بين اسلام طارق ولؤي وائل. شوف هنا التمركز، الكره طبت، وليد سليمان يا ولد مفيش اوفسايد، كره جميله جميله. وادي وليد سليمان يا ولد لعيب خبره كبيره جدا، واحد من اللعيبه الكبار في النادي الاهلي كقيمه واخلاق وكفن، لما اشوف المهاره والخبره الجميله. وهنا يضرب الحارس ويضرب الاثنين السنتر باك، خطا كبير جدا من اللاعب محمد نجيب وحارس المرمى الحارس اسلام طارق. ادي وليد سليمان يسجل هدف مبكر جدا للنادي الامور، وتتطاول الامور وتتعدى الامور. وبعد كده خلي بالك لعيب الكره ذكي، يعرف ان عنده مشوار تاني بعد الاعتزال. خطيره التانية يا ولد، خطيره التانية، هدف عالمي، هدف عالمي جميل 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 يا ولد. لعيب ياسر ابراهيم يسجل هدف جميل، اي ارتقاء واي تكتيكس واي ربط جميل. انما شوف 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 الكرس، شوف شوف الكره وشوف الركنيه الجميله، وشوف ياسر، المراقبين هنا مش موجودين، المتابعين مش موجودين، شخصيه جراءه جميله يا ولد. يسجل هدف تاني جميل جميل، واضح ان جونا عنده مشاكل هنا في عمليه التمركز، عنده مشاكل في الكرات عن طريق لاعب نص ملعب اليو ديانج. اليو ديانج يمشي على طول، الكره تاني اهلاويه في الجبل اليسرى، محاوله معلول، معلول العرضيه لكن يطلع الدفاع، يضغط تاني والحكم يدي اعتقد هنا يدي ركله جزاء لصالح النادي الاهلي. شوف هنا هل في تهور، ادي مروان محسن ويدي ركله جزاء حكم المباراه لصالح الاهلي. اذا ركله جزاء لصالح النادي الاهلي يديها الحكم، لما اشوف مروان محسن وادي ركله جزاء هيروح لها مجدي قفشه. ادي مجدي قفشه، شوف هنا على طول مروان محسن ومجدي قفشه هو اللي هيلعب ركله الجزاء لصالح الاهلي. شوف مروان محسن، ادي مروان محسن دخل ولكن في عرقله من اللاعب محمود الجزار يتسبب في ركله جزاء لصالح النادي الاهلي. ركله جزاء على طول على التنفيذ، مجدي قفشه، ادي قفشه وادي ايمن اشرف، ادي ايمن اشرف، مجموعه اللعيبه اللي بتشارك في الافطايم الثاني. يخرج ياسر ابراهيم بقى كمان شكله الاصابه، تبديلات مفتوحه في المباراه الوديه، الكل يحاول يجرب. الاهلي في طريقه لهدف ثالث على المستوى النفسي، مهم جدا في الانطلاقه. ركله جزاء على طول تاني، مجدي قفشه، مجدي قفشه وركله جزاء، مجدي قفشه وركله جزاء، والهدف الثالث يا ولد ممتاز، الهدف الثالث في مرمى الحارس، يعني هدف ثالث. اذا هدف ثالث الان يسجل في مرمى فريق نادي الجونه، ثلاثه للاهلي في الست دقائق الاولى. شوف المحاوله لكن هدف جميل جميل، قفشه يحطها حلو قوي على يمين حارس المرمى. يتقدم الاهلي بثالث اهداف، اربعه في المباراه الماضيه والثلاثة لحد الدقيقة 51 والدقيقة 6 تقريبا وتحديدا في شوط المباراة الثاني. وده التاريخ الكبير جدا اللي عمله الاهلي في سنواته الكبيرة جدا لأكثر من 100 سنة. تمشي على طول الكرة تانية عكسية، عرضية خطيرة ممتازة لكن يطلع تاني وحكم المباراة موجود. شوف المساعد يدي هنا على طول، أعتقد ركلة جزاء للجونة. شوف هنا ركلة جزاء للأهلي عن طريق مجدي قفشة وركلة جزاء للجونة. فريق اللي الحقيقة النهاردة النادي الأهلي استفاد استفادة ممتازة من الودية بتاعته في هذا المساء من وجهة نظر. ادي احمد مجدي وادي الكرة على طول العالية، وادي هنا احتسب ركلة جزاء على النادي الاهلي. شوف الكرة هنا، الايد هنا في خطأ كبير جدا، خطأ كبير جدا. وادي الايد هنا، وادي الهاند بول، وادي الركلة الحرة او ركلة جزاء لصالح فريق نادي الجونة. ركلة الجزاء للجونة، الجونة يبحث عن هدفه الاولاني، الجونة، الجونة بمجدي والجونة والهدف الأول ممتازة. يسجل نادي الجونة أول أهداف في المباراة، يسجل الجونة أول أهداف في المباراة عن طريق اللاعب أحمد مجدي. إذن اثنين ركلة جزاء في الماتش، واحدة للأهلي عن طريق مجدي قفشة وهو واحد من البدلاء، وأيضا أحمد مجدي بديل في الهاف تايم الثاني. يسجل فريق نادي الجونة هدف تدليل الفرق، عمرو بركات ومجموعه الرفاق بتاع الشوط الثاني. نشوف الشناوي عمل عليها تراي وعمل عليها الدايفنج لكن راحت منه. شوف ما شاء الله يعني طول وقامه، عمل عليها او هنا البديل علي لطفي، محاوله هنا على طول ثاني لكن او عمر رضوان هنا. شوف الـ 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 الحراس، شوف الانطلاقه، شوف ركله الاضافه لمحمود الجزار وجوزيف جوناثان وعمر رضوان وعمرو بركات واسامه عبد النعيم. والهدف، والهدف الثاني، الهدف، الهدف يسجل الان، الهدف الثاني يسجل الان. اذا يقرب فريق الجونه 3-2،
3-2 بشوف الكوره اتلعبت بسرعه هنا وخطا ايضا في التمركز. اوه في نفسه خطا في نفسه، احمد فتحي يسجل هدف في مرمى الحارس علي لطفي. اذا الهدف الثاني في مرمى علي لطفي. شوف الكوره هدف الاهلي ما شاء الله على مستوى البنيه التحتيه وعلى مستوى الانشاءات ماشي 100 100، على مستوى الانشاءات والبنيه التحتيه ماشي في الشمال واليمين واسوان ومش سايب ما شاء الله، تمشي على طول الكره ثانيه. دي اللمسه خطيره جدا، يلا يلا يا باتشي محاوله هوبا للرابع يا ولد. جميله جميله جميله، الهدف الرابع يسجل الاهلي الهدف الرابع عن ثاني اهدافه الشخصيه اللاعب مجدي قفشه. اذا الاهلي 4 والجون 2، الاهلي 4 والجون 2. شوف اللمسه احمد فتحي جميله، محطوطه الكره حلوه، الباص الباص المهاره. لما اشوف لعيبه نادي الجونه بعيب عليهم في عمليه الضغط وعمليه البريس بصراحه، شوف المهاره شوف اللمسه، لازم تبين الاهلي ازاي جاب الهدف. سجل الهدف جميله من الشيخ، حلوه محطوطه على طول الكره تاني، اللمسه عن طريق باجي ثم بطن القدم الجميله ما قل ودل عن طريق اللاعب.